مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. الفوز حلو ومفيش كلام، والأجمل طبعا والأحلى لما يكون الفوز ده جاي بعد أداء كويس جدا، وكمان لما نشوف تألق اللعيبة اللي كانوا بعيد عن الملاعب في الفترة اللي فاتت، وتألقوا طبعا في المباراة دي بشكل واضح جدا، وكان ليهم دور كبير جدا فوز النادي الأهلي على المصري بورسعيدي بهدفين نظيفين. صلاح جمعة كمان كان واحد من اللعيبة اللي كان ليهم دور كبير وفعال جدا في المباراة، أحرز الهدف الأول وعمل أكتر من فرصة خطيرة لزمايله. كمان كان علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي كان ليه دور كبير برضه في خروج النادي الأهلي من المباراة دي وشباكه نظيفة. علي تألق بشكل واضح جدا وأنقذ أكتر من كرة صعبة، ونجح إن هو يمنع فرص كتير جدا للتهديف وحافظ برضه على نظافة شباك الفريق. كمان ظهر مدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم بمستوى كويس جدا وثابت طول المباراة، وقدر كمان إن هو يقضي على خطورة المصري بورسعيدي في هجمات كتير. بالتأكيد كل ده بيسعد الجهاز الفني اللي بيكون عنده مساحة كبيرة جدا إنه يختار اللعيبة بسبب طبعا تألق الأساسيين وكمان تألق كل اللعيبة، وده اللي بيخلي طبعا النادي الأهلي ليه فرص كبير أكتر في المباريات اللي جاية. أكيد طبعا الجهاز الفني بيكون سعيد لأنه هو عارف لما بيحتاج أي لاعب في أي موقف من المواقف الصعبة اللي بيمر بيها الفريق بيلاقيه موجود وبيلاقيه جاهز. الفريق النهاردة كمان بدأ خلاص إنه يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء اللي جاي على ملعب الماكس في اسكندرية إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله الفريق يحافظ على المستوى الرائع ده اللي وصل ليه، ويستغل طبعا الدفعة المعنوية الكبيرة دي بعد الفوز على المصري بورسعيدي اللي جت في وقت مناسب جدا بعد فترة طبعا من الارتباك مر بيها الفريق نتيجة الخروج من دوري أبطال أفريقيا وبعديها الخسارة قصاد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز. هنناقش الكلام ده وعندنا كمان أخبار كتير جدا. ضيفنا النهاردة هيكون الأستاذ خالد الإتربي رئيس القسم الرياضي في جريدة الشروق في الفقرة الأخيرة من برنامجنا النهاردة، وبنبدأ حلقتنا كالعادة معاكم بأهم العناوين.